من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان. قامت الجامعة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا بتنفيذ ورشة العمل الأولى لرسومات الحاسب الآلي وتطبيقاته، وذلك بمشاركة العديد من الجامعات الدولية والمحلية، منها جامعة فيكتوريا بكندا وجامعة البلمند بلبنان وجامعة قطر بقطر، إضافة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الطائف، وذلك من أجل عرض وتقديم آخر ما توصل إليه المختصون في مجال الرسم والتصميم ثلاثي الأبعاد، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجامعات في هذا المجال ومساعدة منسوب الجامعات والطلاب للاستفادة من هذه التقنية في أعمالهم ومشاريع التخرج الخاصة بهم. ولقد بيّن عدد من المشاركين في ورشة العمل بعضا من الأفكار التي قاموا بطرحها وتقديمها من خلال مشاركتهم. موضوع اليوم كان عن رسومات الحاسب الآلي وتطبيقاته. بداية سأضرب مثلا عن بعض الصناعات مثل الميكروفون والسيارة. فهذه الصناعات هي عبارة عن صيغات رياضية بالأساس. لنأخذ السيارة على سبيل المثال، يتم دراستها رياضيا ثم تصمم عن طريق الكمبيوتر، ثم يأتي دور المصمم أو المهندس لإخراجها النهائي. ثم تحدثت عن نقطة أخرى في موضوع اليوم ألا وهي الانحناءات، وضربت مثالا على بعض الانحناءات في جسم الإنسان مثل الأنف، حيث يتم استخدام تقنية الانحناءات في ألعاب الكمبيوتر وأفلام الكرتون على سبيل المثال. My name is Brian Weevil. I'm from the University of Victoria in Western Canada. اسمي بروفيسور برايان ويفل من جامعة فيكتوريا في كندا. تحدثت اليوم في ورشة العمل عن تصميم ثلاثي الأبعاد. في البداية، تصميم الرسوم مطابقة للواقع الحقيقي هو عمل صعب بسبب القوانين الفيزيائية الطبيعية. رغم ذلك، استطعنا عمل رسوم مقاربة الواقع مثل الأشجار وقواقع البحر والصناعات الهندسية الحديثة. وهنا أشير إلى نقطة مهمة، لا وهي أننا نقوم بعمل الرسوم في نفس الوقت الذي يقوم به الفنان بالرسم، وهذا عمل غير مسبوق. هذه المشاريع المتتالية هي حقيقة هي محاولة لحل مشكلة قديمة عمرها سنوات عديدة، والتي لم يستطع حتى الآن أحد أن يحلها بشكل جذري، ونحن بمشيئة الله قد اقتربنا جدا من الحل الجذري لهذه القضية. البحث العلمي يعتبر إحدى أهم ركائز التعليم الجامعي، ونحن بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء وأمير منطقة تبوك، نسعى دائما إلى التميز. لذلك حرصنا على أن تكون أول ورشة عمل تقام بالجامعة هي بالتعاون مع مركز هام جدا بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا. والواقع أن أهداف هذه الورشة هي إتاحة الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع مؤسسين في هذه العلوم، واستخدام أحدث التطورات في مشاريع التخرج والتواصل مع البحث العلمي. ركز المشاركون في ورشة العمل الأولى لرسومات الحاسب الآلي وتطبيقاته التي تقيمها جامعة أمير فهد بن سلطان بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في تقديم رؤى جديدة في مجال الرسم والتصميم باستخدام تقنية الحاسب الآلي. للأخبار محمد الساعد، تبوك.